للاسف مفيش انجازات حصلت عشان نبارك بعض عليها، بل للاسف احنا شايفين التفاف على الثوره وعلى مطالب العمال اللي كانوا سبب رئيسي لقيام الثوره. واللي احنا لاحظناه في السنه ونص اللي فاتوا ان فعلا العصابه اللي كانت بتحكم مصر لا زالت هي اللي بتحكم مصر. لحد اللحظه اللي احنا فيها دي الفلول هم اللي بيحكموا مصر. اتقابلنا مع مسؤولين بعد الثوره مره واثنين وثلاثه، سواء في مجلس الوزراء ايام عصام شرف او في المقابله الاخيره لما رحنا قصر الرئاسه مصر العروبه وقابلنا المستشار القانوني محمد مرسي. التوجه الكلام هو هو، التجاهل لمطالب العمال هو هو. انا ما بلومش النظام الحاكم ولا بلوم القائد الاعلى للثوره المضاده اللي هو المجلس العسكري، الكلام ده احنا قلناه في كل مكان. انا بلوم العمال وبلوم الزملاء في مركز الدراسات، لان احنا من اكثر من خمس شهور كنا هنا وقلنا محدش هيلتفت للعمال الا اذا كوننا نقابتنا المستقله وقدرنا ان احنا نعمل قوه على الارض. احنا دايما بنقول ان كثره العرق في التدريب بتوفر الدم في المعركه، احنا فعلا في معركه. المعركه دي لازم نعد نفسنا ليها. المعركه دي لازم نعرف ان احنا بنتواجه الاعلام توفيق عفاشة هو طبعا المسؤول عن الاعلام دلوقتي، هو المتحدث الرسمي باسم المجلس الاعلى للقوات المسلحه قائد الثوره المضاده. احنا شايفين ان كل اجهزه الدوله ضد العمال، سواء الاعلام، سواء الداخليه، سواء الامن القومي اللي هم قالوا ان هو شال، وانا بقول ان الداخليه والامن شغالين اكتر من يوم وبعض. وانا ليا تجارب شخصيه يوم 11 فبراير وغيره مع الامن ومع الداخليه. الداخليه يا جماعه بتتمنى انها تفرم الشعب المصري وخاصه العمال، وما بيصدقوا ان حد يقعد تحت ايديهم وبيعملوا معاه اكتر من اللي كان بيحصل ايام مبارك. احنا دورنا ايه؟ زي ما الزملاء قالوا، زي ما الاستاذ ناصر قال، زي ما الاخ هيثم قال، دورنا ان احنا لازم نكون نقابه مستقله كعمال غزل ونسيج، كشركات خدت حكم قضائي انها ترجع، ونشكل قوه على الارض بحيث ان احنا نقدر نواجه العصابه اللي لا زالت بتحكم البلد. العصابه دي انا قلت انها بتتجاهل كل مطالب العمال. احنا في غزل المحله اخر اضراب عملناه المطالب بتاعه 2006 كلها ما اتحققتش. احنا ظلمنا بالحد الامن والاجور في 2007 ما اتحققش، خدنا بيه حكم ورحنا قدام مجلس الوزراء ايام مبارك عشان يتنفذ، ما اتنفذش. جت الثوره وما اتنفذش، بل الافظع من كده ان هم عاقبونا بعد الثوره. كنا بنصرف شهرين ارباح حرقونا منهم. فانا لما كنت في القصر بقول للمستشار القانوني، بقول له احنا اتكافئنا على الثوره ان عمال المحله كانوا هم الشراره بتاعت الثوره، حرمونا من الشهرين. قال لي مين اللي حرمنا؟ قلت له القائد الاعلى للثوره المضاده المجلس العسكري هو اللي حرمنا من الشهرين عشان العمال يكفروا بالثوره ويقولوا ان ايام مبارك كانت افضل من ايام الثوره. احنا بنقول ان مطالبنا هي هي مطالبنا ان احنا نشكل نفسنا في روابط، لازم ننمي النقابات المستقله وندعو لها. وانا بقول ان عمال غزل المحله عندهم حماس، واحنا عرضنا الموضوع ده في الاقرار الاخير ان هم يشكلوا نقابه مستقله تعبر عنهم بدل النقابه اللي كانت بتصيف والعمال نايمين على الرصيف اكتر من اسبوع في المصنع، وهكذا كل عمال الغزل والنسيج اللي كانوا معانا. نقابات امن الدوله في الغزل والنسيج هي اللي نزالت للاسف بتمثل العمال. فاحنا بندعو ان احنا نشكل نفسنا في نقابات مستقله وفي روابط زي ما البيان اتقال. المهم ان احنا نعد نفسنا كقوه عماليه يتعمل لها حساب. الاخوان احنا شفناهم في الاضراب الاخير كانوا عايزين يخطوا الاضراب ويدخلوا المصنع. يعني الحمد لله ان الوعي في المحل عالي والعمال قدروا ان هم يقولوا للاخوان انتوا كدابين وما عملتوش حاجه، واحنا مع زمايلنا اللي واقفين في الاضراب ومش هندخل المصنع قبل ما المطالب تتحقق. لو احنا ما استغلناش الحركه دي عند العمال والحماس اللي موجود عند العمال ان احنا نشكل نقابه مستقله في الوقت ده هنخسر كتير. لازم زي ما احنا قلنا في خلال شهر نشوف احنا هنشكل النقابه دي ازاي، هنعمل لها ازاي من خلال الزملاء، لان احنا بنتحارب محاربه شرسه سواء من المجلس العسكري، سواء بالفلول، سواء بالاعلام. يعني هو يطلع يقول كل مطالب العمال مطالب فئويه، مطالب العمال عمرها ما كانت مطالب فئويه. مرتبات الشرطه زادت مره واثنين وثلاثه والعمال محلك سر، القضاه زادوا،
اساتذه الجامعه زادوا في الجيش زادوا اكثر من مره. العمال هم اللي عليهم الغضب. ليه؟ لان العمال زي ما السميد قال كل فئات المجتمع تتكلم في السياسه الا العمال. مصورين للعامل ان الكلام في السياسه ده كفر. معنى انت بتتكلم في السياسه خلاص انت خرجت كده من الملة او خرجت عن النظام. ده غلط. احنا مفروض ان احنا نعرف العمال ان ابسط حقوقهم رغيف العيش اللي بيتكلم فيه سياسه ومرتبه اللي بيتكلم فيه سياسه. الناس اللي واخده حقه والناس اللي هي بتاخد عرقه ده هو ده اساس السياسه. فاحنا لما نكلم العمال ونتكلم في النقطه دي من خلال تشكيل النقابات ومن خلال تشكيل الروابط اللي زوما قالوا عليها دي بدايه المعركه اللي احنا لازم نخوضها. والمعركه دي مش هنبطل نحارب الناس ديت الا ما ناخد حقنا الطبيعي في البلد، حقنا الطبيعي اللي هو بيقول الارض لمن يزرعها والمصنع للناس اللي بتديره، الناس اللي هي بتطلع الانتاج هم اولى الناس ان هم ياخدوا ارباح. وما بنلغيش الدوله، الدوله موجوده وكيانها موجود واحنا محافظين عليه، بس احنا عايزين ناخد حقنا الطبيعي، ناخد حقنا الطبيعي من خلال توحدنا في روابط وفي انقباض مستقله. وشكرا.